لا مفيش حاجة معينة، ما اقدرش اقول خطوة معينة، لكن انا سعيد الحمد لله باللي انا مسؤول دلوقتي، وحاسس انه احنا في مكان كويس، وتقدير الناس ليا بيساعدني. يعني ما عنديش خطوة معينة اقدر اقول لك ان دي كانت حاجة. في خطوة لا الحمد لله. مش شرط يعني، اصل انا في الاخر مش ملحن محترف، مش بظبط اوقات مديري جمله ولو مش شامل خلاص مش هجيبها، وده اللي حصل في اغنيه انغام. يعني هي شكل انغام اكتر من انغام، عشان كده ممكن تلحن لنفسك في مشكله. لا انا عمري ما قلت مش موافق، انا هقدر اتكلم صح، انا ما قلتش كده، انا جبت منين مش موافق؟ لا طبعا عمري ما قلت كده، انا بقول طول الوقت اه طبعا انا مستعد، بقول ان ده واجب دور علينا، ان دور زي ما في يوم من الايام الناس مدت ايديها لينا عشان نكون موجودين، احنا ده دور علينا دلوقتي نعمله. بس علشان يتعمل انا بالنسبه لي لازم اكون قادر اتفرغ له بشكل كافي، لانها مسؤوليه كبيره جدا. فلغايه ما ده يحصل انا بعتذر، لكن لو عندي الفرصه وعندي الوقت انا اعمل كده اكيد. نصيحتك ايه للناس اللي بتشتري البرامج وتطلع علشان يكملوا وقت؟ انه هو الموضوع مش برنامج، البرنامج هو مجرد تعارض بينك وبين الناس، انت اللي محتاج تثبت نفسك بعد ما تطلع. وده انا شايفه لحد دلوقتي لسه في مشكله، انه اغلب الناس اللي خرجت من البرامج دي ما بيشوفهاش كده، في ناس كتير كده. اتمنى انه يكون في تركيز معاهم للمرحله، مرحله ما بعد البرنامج، لان هي دي المرحله الاهم. انت اشتركت في البرامج، طب ده هدفك يعني؟ ده انا هقوله اكيد للناس. يلا لا مفيش حاجة معينة، ما اقدرش اقول خطوة معينة، لكن انا سعيد الحمد لله باللي انا مسؤول دلوقتي، وحاسس انه احنا في مكان كويس، وتقدير الناس ليا بيساعدني. يعني ما عنديش خطوة معينة اقدر اقول لك ان دي كانت حاجة. في خطوة لا الحمد لله. مش شرط يعني، اصل انا في الاخر مش ملحن محترف، مش بظبط اوقات مديري جمله ولو مش شامل خلاص مش هجيبها، وده اللي حصل في اغنيه انغام. يعني هي شكل انغام اكتر من انغام، عشان كده انغام ممكن تلحن لنفسك في مشكله. لا انا عمري ما قلت مش موافق، انا هقدر اتكلم صح، انا ما قلتش كده، جبت منين مش موافق؟ لا طبعا عمري ما قلت كده، انا بقول طول الوقت اه طبعا انا مستعد، بقول ان ده واجب دور علينا، ان دور زي ما في يوم من الايام الناس مدت ايديها لينا عشان نكون موجودين، احنا ده دور علينا دلوقتي نعمله. بس علشان يتعمل انا بالنسبه لي لازم اكون قادر اتفرغ له بشكل كافي، لانها مسؤوليه كبيره جدا. فلغايه ما ده يحصل انا بعتذر، لكن لو عندي الفرصه وعندي الوقت انا اعمل كده اكيد. نصيحتك ايه للناس اللي بتشتري البرامج وتطلع علشان يكملوا وقت؟ انه هو الموضوع مش برنامج، البرنامج هو مجرد تعارض بينك وبين الناس، انت اللي محتاج تثبت نفسك بعد ما تطلع. وده انا شايفه لحد دلوقتي لسه في مشكله، انه اغلب الناس اللي خرجت من البرامج دي ما بيشوفهاش كده، في ناس كتير كده. اتمنى انه يكون في تركيز معاهم للمرحله، مرحله ما بعد البرنامج، لان هي دي المرحله الاهم. انت اشتركت في البرامج، طب ده هدفك يعني؟ ده انا هقوله اكيد للناس. يلا لا مفيش حاجة معينة، ما اقدرش اقول خطوة معينة، لكن انا سعيد الحمد لله باللي انا مسؤول دلوقتي، وحاسس انه احنا في مكان كويس، وتقدير الناس ليا بيساعدني. يعني ما عنديش خطوة معينة اقدر اقول لك ان دي كانت حاجة. في خطوة لا الحمد لله. مش شرط يعني، اصل انا في الاخر مش ملحن محترف، مش بظبط اوقات مديري جمله ولو مش شامل خلاص مش هجيبها، وده اللي حصل في اغنيه انغام. يعني هي شكل انغام اكتر من انغام، عشان كده انغام ممكن تلحن لنفسك في مشكله. لا انا عمري ما قلت مش موافق، انا هقدر اتكلم صح، انا ما قلتش كده، جبت منين مش موافق؟ لا طبعا عمري ما قلت كده، انا بقول طول الوقت اه طبعا انا مستعد، بقول ان ده واجب دور علينا، ان دور زي ما في يوم من الايام الناس مدت ايديها لينا عشان نكون موجودين، احنا ده دور علينا دلوقتي نعمله. بس علشان يتعمل انا بالنسبه لي لازم اكون قادر اتفرغ له بشكل كافي، لانها مسؤوليه كبيره جدا. نصيحتك ايه للناس اللي بتشتري البرامج وتطلع علشان يكملوا وقت؟
فلغايه ما ده يحصل انا بعتذر. لو عندي الفرصه وعندي الوقت انا اعمل كده كده. نصيحتك ايه للناس اللي بتشتري في البرامج بتطلع علشان يكملوا وقت؟ انه هو الموضوع مش برنامج، البرنامج هو مجرد تعارض بينك وبين الناس، انت اللي محتاج تثبت نفسك بعد ما تطلع. وده انا شايفه لحد دلوقتي لسه في مشكله، انه اغلب الناس اللي خرجت من البرامج دي ما بيشوفهاش كده. في ناس كتير كده. اتمنى انه يكون في تركيز معاهم للمرحله، مرحله ما بعد البرنامج. اللي هي دي المرحله الاهم. انت اشتركت في البرامج طب ده هدفك يعني انت ده انا هقوله اكيد للناس. يلا.